تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا فيك. شرفتوا. مرحبا يا بيك. تفضل تفضل. تفضل ارتاح. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. اهلا وسهلا. اهلا فيك. كيفك؟ انا منيح، انت شلونك؟ انا كمان منيح. اهلا وسهلا سهيل. اهلين ايلين. هات عنك. مرحبا. مرحبا. أخي مراد. نورتنا مراد. بوجودك إلي. هات عنك. يسلم ايديك. شكرا كثير. اهلا وسهلا مراد. اهلين عمو. انا رح نادي لامي. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. امي وصلوا الجماعه. يلا تعي بسرعة. أمي. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. صحة وهنا. مراد وإيلين بيعرفوا بعضهم وحتى معجبين ببعض، لهيك حبينا نجي نتعرف عليكن ونطلب ايد بنتكن إيلين. لأخي الصغير مراد.
مثل ما بتعرف سهيل بيك، هاي الأمور اسمي ونصيب. اسأل وبدنا نفكر، بس حابين نتعرف عليكم أكتر. يعني وين الوالد والوالدة؟ ليش ما أجوا معكم؟ الوالد والوالدة عطوك عمرهم، فقدناهم من سنين طويلة. العمر إلكن، أنا بعتذر بصراحة، ما عندي علم من قبل. مراد ماله حدا غير بنوب. مراد بيك شو بيشتغل يا ترى؟ في عنا شركاتنا، وغير هيك تلاش أوغلو هولدينج ملكنا. تلاش أوغلو؟ عن جد ملككن؟ ايه نعم. بس غريبة، أنا اشتغلت على السفن تبعكن، بعرفها منيح، تفاجأت. طيب ومراد بيشتغل بالشركة ولا بالهولدينج؟ مراد له فترة ما عم يشتغل لأنه تعبان شوي، بس هو واحد من أهم أصحاب الأسهم بالهولدينج. إن شاء الله مراد بيطيب بأسرع وقت. جميلة، أنت شو رأيك؟ منفكر، كله نصيب. ايه يلا اسمحوا لنا بالإذن، تشرفنا كثير بمعرفتكم، ناطرين خبر منكم. ممكن تبقى لنحكي شوي سهيل بيك؟ سبقوني سليمان. تفضل اقعد. قوم حبيبي، خذ اكلاتك انت وروح على اوضتك. يلا خذ هدول.